وفي عندما تحل الكوارث في هذه المنطقة.
بالتجمع وقع في فبراير 1918 وحضرته مختلف القبائل الجبلية والعقية والخماس والساحل وغيرها. وتم الاتفاق على تولية شخصية معروفة بالمنطقة، شخصية تحظى باجتماع القبائل، وهي الشريف محمد بن الحسن المعروف بشريف زازات. جميع القبائل بايعته أميرا للجهاد في هذه المنطقة وتنفيذا لتغطية هذا التجمع، ويمكن تجمعا أن نسميه مؤتمرا. بدأت العمليات الجهادية الأولى بالمنطقة، فالقبائل دائما كانت تجمد أبنائها تحت إبرة زعيم القبيلة تحت ما كان يسمى بالمناوبة، لأن هناك تلاعب بين أبناء القبيلة للقيام بالجهاد، للقيام بالتضييق على المراكز، مراكز تواجد الإسبان بالمنطقة. كذلك يمكن القول بأن هذه العمليات استهدفت مجموعة من المراكز الإسبانية على طول، التواجد الإسباني بالأخص في تطوان والعرائش، واستمر التعبئة وسط القبائل خصوصا في ماي 1918 عقب مؤتمر آخر للمقاومة بمنطقة الفحص. في هذه المرحلة سيبرز زعيم آخر للمقاومة هو الشريف قايد ولي المدني السوري. رغم ما كتب عنه، رغم هذه الشخصية محطة خلاف كبير بين الباحثين والدارسين، ولكن بروز أبو سوري كمقاوم للوجود الإسباني انطلاقا من هذا التاريخ، يعتبر أن القبائل، قبائل المنطقة، سوف تبايع زعيما للمقاومة والجهاد ابتداء من هذا التاريخ. وكذلك سوف تتأجج المقاومات بنواحي مختلفة وتبدو أكثر تنظيما بمجموعة من سواء انطلاقا من المعارك التي استشهدها، يعني المناطق المحيطة بالعرائش، سواء بنيدرفورد أو بنيتي ديامالي وغيرها. أكيد سوف أعالج على مناطق أخرى مهمة ومحددات أخرى، وهي المحطة الثانية عرفت فيها المقاومة أفولا مع الحرب العالمية الأولى، ضعفت بشكل كبير المقاومة باعتبار أن الإسبان تفرغوا لمشاغلهم الأوروبية، لكن بعد نهاية الحرب العالمية الأولى المقاومة سوف تتصاعد من جديد على اعتبار عدد الهجمات، عدد الخسائر التي تكبدها الإسبان. لكن المرحلة الأخيرة، المرحلة الرابعة، هي التي تقريبا انطلقت مع انتصار ابن عبد الكريم الخطابي في معركة ألوان، وبالتالي انتحار منطقة جبالة ومنطقة الهبط بالمقاومة الريفية، وبالتالي الشمال كله أصبح منطقة مشتعلة وحققت فيها الأهالي والقبائل المحيطة بالعرائش انتصارات مهمة على كرام ما حققه الريفيين. ما يمكن أن أؤكد عليه أن نص هذه المداخلة سيكون على إشارة باحثين وعلى إشارة مهتمين، وهو طويل نسبيا 30 صفحة بالهوامش والإحالات. أنا قدمت فقط هذه القراءات نزولا عند رغبة المسير، أكتفي بتقديم هذه الإشارات المهمة، وهو أن المقاومة عرفت أفولا وعرفت ازدهارا وقوة وتوهجا. ومن التأكيد عليه في الأخير أن منطقة العرائش فعلا احتضنت خلال هذه الفترة التي تكبد فيها السلطة الإسبانية خسائر كبيرة، كذلك ساهمت بشكل كبير في هذه المرحلة في بداية القرن العشرين برجالاتها بقبائلها بأهاليها في هذه المنطقة الحساسة جدا. أكتفي بهذا القدر وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.